هذه قائمة لاعبين فشلوا في عالم التمثيل. زين الدين زيدان، شارك زيدان في فيلم يصور الألعاب الأولمبية في روما القديمة، وكان اسم الفيلم The Olympic Games، وكان الفيلم سيئا للغاية لدرجة أنه صنف من بين أسوأ الأفلام في 2007. ومن بين الأخطاء الكثيرة في الفيلم ارتداء زيدان لزي يشبه الفراعنة ولا يشبه أبدا الزي الروماني. ديفيد بيكام، مثل بيكام في فيلم تاريخي The King Arthur، ونال بيكام الكثير من الانتقادات لأنه لم يملك أي إحساس فني وحاول إظهار وسامته فقط. وين روني، شارك روني في إعلان لأحد المشروبات، ونال روني الكثير من الانتقاد بسبب برودته وعدم وجود أي حس فني.